ثلاثة محاور رئيسية للجلسة التي أطلق عليها جلسة عمل الشباب تتلخص في تعبيرهم عن قضاياهم وصياغة تطلعاتهم المستقبلية وإسهاماتهم في صناعة مستقبل عمان 2040. رؤية الشباب في 2040 هي لم تعد رؤية تنتظر المستقبل. الشباب في اليوم باتوا يطمحون إلى جلب المستقبل إلى اليوم. الاستشراف المستقبلي سمة حضارية وناجحة في كل المجتمعات الشبابية، والمجتمع العماني الشبابي فيه كل المقومات التي تساعد على تحقيق هذا الهدف. الكل مؤمن أن الشباب هم رهان المستقبل وأن هم من يتوجب عليهم أن يقودوا الدفة في المستقبل، وحقيقة المستقبل قادم في درجة كبيرة من عدم اليقين، خاصة فيما يتعلق بمحركات النمو والتكنولوجيا الجديدة، وبالتالي الشباب مطالب بأنه يتجه إلى 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 ريادة الأعمال ويتجه إلى اكتساب مهارات جديدة تتفق مع تحديات المرحلة المقبلة. الحوارات التي دارت بين الشباب ومحاوريهم خرجت بأفكار ورؤى تحمل في طياتها الطموح في تعزيز التطور نحو إرساء ثوابت بناء تحمل معها المستقبل لتنمية عمان وما يتواكب مع متطلبات العصر. اليوم يعني نشد صراحة يعني رؤى وأفكار وتجديد، وهذا هو الاستثمار الحقيقي للشباب ولأفكارهم على أساس أنه نبني عليها أفكار ونبني عليها أيضا خطط ممكن أنها تدوم وتكون مرنة لمتغيرات السنوات، لأنه ما يمكن أن تكون خطة يعني على نهج واحد لسنوات طويلة، وإنما نتطلب أن تكون هنالك مرونة وتغيير مع مرور السنوات. نطمح بأن نرى هذه الرؤية ملائمة لطموحاتنا، وإن شاء الله سوف تساندنا مستقبلا في مجال أعمالنا، ونحن هنا أيضا نواكب التطور العالمي من كل النواحي، ونسعى بأن تكون ركيزة في تنمية هذا الوطن. الجلسة الحوارية جاءت أيضا لتعزيز نهج المشاركة المجتمعية لتبني رؤية عمان 2040 من قبل فئات المجتمع وخاصة الشباب، ولتعزيز الشعور الإيجابي بالمشاركة في صياغة وبلورة الأفكار. الجلسة الحوارية هذه جاءت لتعزيز نهج المشاركة لدى الشباب العماني ولصياغة رؤى وأفكار والانعكاسات لها في الرؤية المستقبلية 2040. إبراهيم بن سالم الهادي من المجلس الأعلى للتخطيط بمحافظة مسقط.